السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأحبة الكرام. جبت لكم فيديو اللي هو هذا الفيديو. هذا عراقي مار بأحد الأزقة، ما أعرف بالنجف أو في كربلة، وضربوه، اعتدوا عليه الإيرانيين. أنت متخيل معي كمية الإهانة لما تكون في بلدك ويعتدى عليك من مجموعة أخرى غريبة عن بلدك ومستوطنة وماخذ راحتها وما تدرج ليها، ويهينونك وضربونك ومساعدة هذولا الذيول العراقيين. ذيول يشتغلون عند هذولا في بلده، صار ذيل إلى هذا وخلى هذا سيد عليه. هذا الشيعي ما يعرف يعيش إلا سيد داعش فوق راسه. فخلينا نشوف هذا الفيديو، فيديو الاعتداء على هذا العراقي، وشوف الهضم والكمية الهضم والألم اللي يشعر بها عندما تنهان بلدك من هذه المجاميع المجوسية. من بوليس؟ دو روز ما اینجا این کنار خیابون بولزه کنار علی بو کلا با شما اینی ولی بنا على دكة عوفة التور الخميني عوفة التور رضا البيرة يلا برو بلاش يحبس وجاي من العراق هنا تكون ولي علي ومن العراق مثل ما شفتوا الفيديو يا اخواني الاحبه الكرام، مبين الشاب مسكين على قد حاله من الدراجه الناريه مالته هذه ضعيفه، وما اعرف شنو سبب الاعتداء. لكن شوف هذول الذيول لابسين اسود وهذول الايرانيين متجمعين عليه. تصور معي ان هذا في بلدك يصير، بلدك العراق. شفت ايش قد مهانين احنا بسبب الدين مالك يا شيعي؟ شفت ايش قد مهانين بسبب دينك اللي خلاك ذيل الى هؤلاء يجون الى بلدك ويدعسون على خشمك؟ وظل صيح بعدين هيهات من الذله. اكو اذل من هالشكل بعد؟ يمسحون بكرامتك القاع وما تقدر تتكلم، تعرف ان ذولا كلهم قاعدين مسلحين وممكن يصكونك بطلقه ويقتلونك مثل الكلب ويذبونك بالزباله. تحياتي لك يا ابو هيهات من الذله، وما اقول الا علي ورد قائد جعفري، والله يحفظ لك الجمهوريه مالتك الاسلاميه حتى تهينك وتدوس على راسك، تدعس على راسك بسبب دينك اللي خلاك اسير تحت هؤلاء العصابات الاجراميه. السلام عليكم ورحمه الله.